بسم الله الرحمن الرحيم. بالتأكيد لا شك هناك جواب مجمل وجواب مفصل. بالمجمل فإن الآثار السلبية ستكون كبيرة جدا على الشارع العراقي والمواطن العراقي وأيضا المواطن العربي الذي يقطن في سوريا، وربما ستزحف الضربات إلى الأردن. هذه كلها تعود بالجانب السلبي على المواطن. المواطن اليوم يبحث عن قوت يومه، يبحث عن الأمن والأمان، والسلم هذا ديدنه. لا شأن المواطن العربي والعراقي بكل ما يجري من الصراعات السياسية بين السياسيين على مستوى الدولي والمستوى الإقليمي وحتى على المستوى الداخلي. صراعات أخرى في داخل أمريكا بين الجمهوريين والديمقراطيين وعلى رأسهم بين بايدن وترامب، هذه الصراعات ربما أيضا تحث بايدن على استمرار في احتلال العراق، كونه إذا كان هناك انسحاب ربما سيتهم بأن الدولة الأمريكية ضعيفة أمام المطالب الشرقية، وعلى رأس تلك المطالب مطالب الإيرانيين بانسحاب من العراق. هذا كله يحث بايدن على الاستمرار باحتلال المنطقة. من جانب آخر، من جانب الشرق الأوسط وعلى رأس الحرب للشرق الأوسط هو إيران، لما تمتلكه من ديموغرافيا ولما تمتلكه من خصائص جغرافية، وهي قريبة جدا على بوابة الشرقية للوطن العربي المتمثلة بالعراق. كل هذه المعطيات أدت إلى هناك تداخلات في المصالح وتداخلات في السياسة، وبالتالي الضغوطات الشرقية على إيران أدت إلى أن تطلب إيران من العراق أن يطلبوا بدورهم من الولايات المتحدة الأمريكية الانسحاب، يعني بطلب رسمي. هذا أدى كله إلى أن تفتعل أمريكا بعض الأحداث الدموية وبعض الأحداث التي تؤدي بالنتيجة إلى بقائها وذريعة إلى بقائها. ولا يخفى على الجميع أن السياسة الأمريكية سياسة عنف وسياسة احتيالية. يعني هو في بداية 11 سبتمبر اتخذوا من إسقاط البرجين ذريعة لغزو الشرق الأوسط والوطن العربي، وبالتالي نفس السيناريو اليوم يعود، ولكن بصورة صغيرة يعود اليوم بعد طلب يعني الحكومة العراقية من الأمريكان بالانسحاب. يعني اختلقوا هذه المشكلة لتكون ذريعة أيضا لبقائهم، واصطدموا هم ببعض المناوشات. هم يضربون الحشد ويضربون فصائل المقاومة في داخل سوريا وفي داخل العراق والحدود السورية العراقية. الأردن تمتلك الحيادية دائما ودائما، احنا بالمصطلح العراقي نقول تطلع من الحمرة. شنو يعني تطلع من الحمرة؟ دائما يعني تصرح بكلمتين، تقول آخر كلمتين لها قالت الأردن بأن التنف المعبر الحدودي هو خارج الأردن وانتهى الموضوع، فاحنا لسنا جزءا منهم. مع العلم انا ضياء الدين كنت سابقا اسكن في القائم في منطقة عكاشات، في هذه المناطق الحدودية السورية كنت ساكن هناك لمدة سنة بصفتي تدريسي في إحدى المدارس هناك، فأنا عايش بهذه الأجواء وأعرف الناس الموجودة. فبالتالي الأردن وسوريا والعراق، هذا المثلث الذي يعني الذي يقطن فيه برج 22، البرج الأمريكي الذي تعرض وقصف، هو يعني ربما يحتك في هذه الثلاث دول. نعم. طب دكتور ضياء، يعني ذكرت أن هناك تأثير سلبي على المواطنين العراقيين بسبب هذه الضربات وهذا التصعيد الإيراني الأمريكي في المنطقة. طبعا الشارع العراقي يعني أكثر من مرة أعرب عن غضبه من أن تتحول الساحة العراقية إلى ساحة لتصفية الحسابات الأمريكية والإيرانية، وحيث
حتى أيضا التركية كونها أيضا تعتدي على سيادة العراق في أكثر من مرة. إذن هذه يعني كل هذه الاعتداءات وهذا الغضب من جانب الشعب العراقي، لماذا لا تتدخل الحكومة العراقية اليوم بشكل جدي لترضي الشعب ويعني تتدخل وتضع حدا لهذه الاعتداءات والانتهاكات؟ سيدتي العزيزة، سيدتي، يعني هذا السؤال جنابك الكريم سؤال سهل، صعب الإجابة، لأنه لو كنت في داخل العراق، أنا أسكن حاليا في بغداد وعلى احتكاك كبير في السياسيين الموجودين من السياسيين التنفيذيين والتشريعيين. الحقيقة الأمر شائك في داخل الحكومة العراقية اليوم. لما نتكلم عن حكومة عراقية ما نتكلم عن حكومة عراقية مستقل. اليوم الحكومة العراقية محاصصاتية، يعني السنة والكرد والشيعة وكل الأقليات، هناك صراع داخلي على المناصب. يعني أكبر هم بعض المسؤولين هو المنصب والمسائل الشخصية. اليوم الحقيقة لا يفكر السياسي في داخل بغداد بالحدود العراقية السورية أو الحدود العراقية التركية والأردنية أو حتى الحدود العراقية الأردنية الإيرانية. يفكر السياسي بمحور ضيق، بصندوق، وجعل تفكيره في هذا. هذه ربما مجمل المشاكل الموجودة في داخل. بالتالي الشعب العراقي شعب مسالم جدا، شعب يحب الحياة ويحب السلام، ولكن يعني التضاربات في المنطقة من المصالح أدت إلى ضغوطات كبيرة في داخل الحكومة العراقية. اليوم السيد السوداني يمثل الحكومة العراقية، الحقيقة لا يحسد على ما هو عليه. اليوم هو يميل إلى السلم وإلى الأمن وإلى الأمان، وأعلن باستنكاره للضربات الموجودة حاليا من قبل الحكومة الأمريكية على الفصائل المقاومة. بالتالي هناك حلول مطروحة وسيناريوهات ربما سنراها في الأيام المقبلة. الشعب العراقي الحقيقة منهك، لا يستطيع الخروج بمظاهرات لقول كلمته الفصل، لأنه جرب وخرج مظاهرات وعادت بالنتيجة السلبية على الشارع العراقي. اليوم لا يتحمل أي زعزعة أمنية، فبالتالي نحن نميل جدا إلى الأمن والأمان. هذا من جانب. من جانب السيناريوهات المطروحة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، هي أما ضرب فصائل المقاومة أو إخضاع فصائل المقاومة لشروط قوية وعنيدة وعتيدة، أو السيناريو الثالث الذي أستبعده جدا، هو ضرب الحكومة الإيرانية في داخل أقر دارها، وهذا ما أستبعده جدا، لكون هناك الحكومة الإيرانية أذكى من ما يبدو، لأنها أعتقد أن هناك محادثات سرية حاليا تجري بين واشنطن وطهران. هذه المحادثات ربما ستعود باتفاقيات دون المساس بالحدود الإيرانية، ولا تتعرض إيران لضربات مباشرة. يعني إيران سوف تفعل المستحيل لكي لا تنقل الحرب إلى داخل طهران. هذا من جانب. من جانب السيناريو المطروح حاليا هو أن السيد السوداني يعني يحتوي الحشد ويحتوي الفصائل المقاومة، هي فصائل رسمية تابعة لهيئة هو يقودها، فبالتالي هذه الضربات يجب أن يتدخل السيد السوداني بدبلوماسية ويبعث لجان خاصة ولجان ربما مختصة بمثل هذه المسائل لكي يقدم بعض الحلول، منها أن يضم فصائل المقاومة إلى القوات الأمنية، ويعني يذوب فصائل المقاومة في القوات الأمنية لكي تكون لهم صفة رسمية أكبر مما هي موجودة اليوم. فصائل المقاومة كلهم عراقيين وحتى قياداتهم عراقية، وأيضا يعني يعتبرون هم داخل في الحكومة العراقية، كونه القائد العام للقوات المسلحة هو السيد السوداني. فبالتالي السيد السوداني لا يستطيع أن يتنصل مثل هذه المسؤولية، يجب أن يتصدى للموضوع، ويجب أن تكون هناك خطوات جادة وفعلية أكبر. الجانب السلبي اللي جنابك ذكرتي حول
الشارع العراقي اليوم الدولار صعد، يعني الأسواق احترقت بالأسعار، أسعار حقيقة لا يستطيع الموظف العراقي أن يعني يمشي أمور منزله وأموره المادية. اليوم بالدينار العراقي يقبض والدولار صعد والمواد مستوردة كلها، للمعلومة أن العراق لا يصنع علبة شوكولاتة، لا يصنع أي شيء، لا يوجد هناك مصانع، لا توجد هناك زراعة، لا توجد هناك وفرة بالمياه، لا توجد هناك حياة، يعني ما يديم الحياة في داخل العراق إلا الاستيراد. فنحن نعيش على بعد الله سبحانه وتعالى على النفط والتصدير والاستيراد، والاستيراد سيكون بالعملة الصعبة وعدم توفر العملة الصعبة، وهناك فجوة كبيرة بين السوق السوداء في داخل العراق وبين الأسعار الرسمية، وهذه المشاكل هي التي أدت بالمباشر على المواطن العراقي الموظف دون الكاسب، الكاسب أصلاً حتى راتب ما عنده، فبالتالي هناك مشاكل مادية، مشاكل تمس المواطن العراقي بصورة مباشرة. فعلى السيد السوداني أن يحسب كل هذه الحسابات في طرحه للحلول الاستراتيجية لإيقاف القصف الأمريكي أولاً، ثم بعد ذلك للملمة شمل الفصائل المقاومة. نعم. نعم، شكرا لك دكتور ضياء على جميع هذه الإيضاحات. كان معي من بغداد دكتور ضياء الدين العقيدي محلل سياسي، أشكرك جزيل الشكر.